هل هناك فرق بين الفتوى الشرعية وبيان الحكم الشرعي؟ القرافي رحمه الله ذكر في فروقه الفرق بين القضاء والفتوى، فقال القضاء الإلزام الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، والفتوى الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. طيب. فجعل الفرق بينهما ما يتعلق بالإلزام، لكن ثم فرق آخر وهو أن الفتوى والفتوى نعم أن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي في نازلة مخصوصة لا ترافع فيها، واقعة مخصوصة لا ترافع فيها. أما الإخبار بالحكم الشرعي فيشمل الفتوى والقضاء والتعليم، فكل هذه الجوانب الثلاثة أو الأربعة أيضا بالدعوة كلها والأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا، هذه كلها داخلة في الإخبار بالحكم الشرعي. يعني الفتوى لا تكون إلا في نازلة عين. إيه نعم. مع إدراك تفاصيلها ودقائقها. إدراك تفاصيلها وحال الشخص وحال السائل وبلده ووقته. طيب الآن لو اتصل متصل واستفتاك يا شيخنا. إيه نعم، هذه كما ذكرنا على شرطنا السابق أن ما يقال في الشاشات ليس فتوى أبدا، وإنما هو تعليم. وإن اتصل متصل بعينه وسأل عن واقعه بعينه وسأل عن واقعه بعينه، لا بد أن نستفسر منه عن حاله وواقعه والواقعة هل وقعت أم لا، وحينئذ تكون فتوى. وهل ينبني على هذا أنه لا يأخذ بما تقول له الآن على الهواء؟ لا، كيف لا يأخذ به إذا اقتنع بأنه الحكم الشرعي، لكن هذا من باب التعليم، مثل ما لو درس شيئا قبل أن يقع ثم بعد ذلك وقع فيه وقد درس حكمه من قبل، فإذا درس في الكلية أحكام الطهارة ثم بعد ذلك عرض له حكم من هذه الأحكام فإنه سيعمل بما علمه من قبل ولا يحتاج للاستفتاء. وكذلك هنا ما نقدمه هو من باب التعليم، فإذا عرضت للإنسان واقعة وكان قد عرف الحكم الشرعي ينزلها على حسب ما عرف. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله كل حكم شرعي هو مؤلف من قضيتين، هو قياس مؤلف من قضيتين، قضية شرعية كبرى مما لا يكثر فيه النزاع، وقضية واقعية صغرى العين مما يقع فيه النزاع. كمن قال إن هذا من صلى إلى هذه الجهة فقلت له هذه الصلاة باطلة لأنها ليست إلى القبلة، فكل صلاة إلى غير البيت الحرام فهي باطلة. هذا الأصل العام. نعم، هذا أصل عام مما لا خلاف فيه، لكن هل هذه الجهة هي جهة البيت الحرام؟ هذه قضية واقعية ويمكن أن نختلف فيه.